يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تلقيب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي بشيخ الإسلام، مع أن ابن القيم رحمه الله قد رد عليه مخالفات عقدية كثيرة في مدارج السالكين؟ هو شيخ الإسلام كما يلقبونه لعلمه وجلالته، والعلماء يجلونه ويحترمونه بلا شك، هو إمام من جليل. وابن القيم لم يرد عليه، وإنما تعقبه في بعض الأشياء وبين مقاصده، بين مقاصده من كلامه. نعم.